فضيلة الشيخ، إذا مسح على الخفين قبل انتهاء المدة ولو فترة يسيرة، هل يصلي؟ هل إيش؟ يصلي يعني فيه؟ أي نعم. إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب التي هي الشراب قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض وضوءه، بمعنى أن تمام المدة لا ينقض وضوء. والذين قالوا بأنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل. أفهمت؟